وهناشد بقى الاستاذ جمال، هناشد احمد النائب احمد دياب، انقذ انقذ مسابقتك خلاص. يعني مش معقول كابتن حسام حسن قال عليها مسابقه بايظه مش نافعه وبتطلعش لعيب، وكمان التحكيم بايظ. ايه يا عم يا، لازم يكون ليك دور وتدخل لغايه ما ربنا يعني يقرر. ما اعرفش لغايه ما ربنا يقرر بقى باذن الله خلال 3 4 شهور تتغير الامور جوه الاتحاد. انما كده انا من استفزازي تخيلوا بدات بالموضوع التحكيم. النهارده امبي خسر من فيوتشر مودرن فيوتشر اول انطلاقه مع الكابتن طلعت يوسف اللي تولى المسؤوليه خلفا للكابتن تامر مصطفى في مودرن فيوتشر. انتصار مهم رفع برصيده مودرن فيوتشر ل 30 نقطة من 21 مباراة. وامبي بيخسر ويتراجع للمركز السابع ب 32 مباراة، يعني مودرن فيوتشر أقل ب 32 نقطة آسف، ومودرن فيوتشر أقل منه بماتش، لو كسبه هيتخطى امبي في الرصيد. والنهارده كمان مفاجأة، البنك الأهلي بيحقق مفاجأة، البنك الأهلي يا يكسب أربعة يا يخسر خمسة يكسب خمسة كده يعني مفيش هزار. كابتن طارق مصطفى اداء هجومي رهيب، كسب النهارده المصري في مفاجاه ضخمه جدا 5-2 في استاد برج العرب. والاهداف يعني خلص الشوط الاولاني 2-0 للبنك الاهلي، هدفين ورا بعض يعني عصام صلاح واسامه فيصل جاب جول في الوقت الضائع من بينالتي، عصام صلاح في الدقيقه 43، بعد كده جاب جول المصري دغموم بقى 2-1، بعد كده ياو انور بقى 3-1، 62 عاصم صلاح بقى 4-1، ياو انور بقى 5-1، وبعدين المصري ميدو جابر جاب هدف كده لحفظ ماء الوجه بقى 5-2، نتيجه قاسيه جدا ونتيجه شديده جدا جدا جدا. اما الجول اللي جابه مودرن فيوتشر فجابه ارنولد اللي هو اللاعب الكاميروني في الدقيقه 90، يعني قبل النهايه بدقيقتين ثلاثه نهايه المباراه. لا بقى يعني انا عايز اسمع حاجه للاهلي بقى عشان يا ابني دخلني بقى في اجواء الاهلي والزمالك، شغل لي بقى يعني للاهلي اغنيه ولا حاجه، خليني يا عم ادخل اجواء الفاينل بقى. لانه خلاص بقى بصراحه يعني لان عندنا ماتشين في غايه الاهميه، مش الاهميه للاهلي او للزمالك، ده الاهميه للكوره المصريه. اللي عايز صالح الكوره المصريه سيبكم من اتحاد الكوره اللي بيديرها، اللي بيديرها ملناش دعوه بيهم، الناس دي ملناش دعوه بيهم خلاص. انما اللي عايز صالح الكوره المصريه يدعم ويغذي الدعم ويزرع الاصرار جوه لعيبه الاهلي والزمالك للفوز باللقبين دول. تضع الكره المصريه على قمه القاره الافريقيه. تضع حتى لو كابتن حسام حسن مش حابب البطولات الافريقيه بتاعت الانديه وبيعتبرها بطولات بايظه او ضعيفه او ما فيهاش محترفين، مع ان فيها محترفين، هو ده الاهلي عنده محترف من فرنسا. يعني لو بصيت في القاره هتلاقي اللي محترفين من اوروبا بيلعبوا عندنا والله في القاره الافريقيه عادي يعني. انما ماشي الكابتن حسام عايز كده مفيش مشكله، هنتقبل وجهه النظر. لكن احنا هنتكلم الكلام بقى اللي بجد. الاهلي فوزه باللقب ال 12 عندك العديد من الانجازات، قليل لما حد هيعيشها. يعني احنا اجيالنا مش هتعيش يعني انك تبقى في نادي يكسب دوري الابطال 12 مره، صعب في حياتي اشوف حد تاني يعمل كده من مصر. زي ما صعب في حياتي ان انا اشوف حد تاني زي محمد صلاح مثلا اللي هو احد اهم لعيبه العالم. في حاجات كده بتقول يعني انا مش هعيش تاني لحد اشوفه كده، مش هعيش تاني عشان اشوف حد كسبان البطوله دي 12 مره. صعب ان انا اشوف حد تاني بنادي القرن، مش هبقى عايش في القرن الجديد يعني اكيد يعني ولا ايه، اجله جه. ففي حاجات كده يعني لو الاهلي ما يكسب ان شاء الله المره ال 12 دي هيبقى انجازات يعني سيطره كامله على القاره الافريقيه. انا بشبه بقول لك ده بقت البطوله دي اللقب بتاع دوري الابطال ده او الكاس دي اللي الناس كلها بتتمناها وبتدور عليها وبتجري وراها ويعني وتحلم بيها. بالنسبه للاهلي بقى عامل زي البت الصغيره
اللي ماسكه في جلابيه امها في السوق. عارفين المشهد ده كده، الست بتبقى شايله على دماغها معرفش ايه ومعاها بنت صغيره كده، والبنت امسكي في الجلابيه لحسن تتوهي. هي البطوله كده، الاهلي يروح كده تروح وراه، هي اللي عايزاه. سبعة فاينل في 8 سنين، 11 مره فوز باللقب. البطوله بتحبك يا عم، نعمل ايه طيب؟ فانت بتتكلم في انجاز او اعجاز الاهلي هيقوم بيه في القاره الافريقيه عشان نادي يلحقه، دي صعبه جدا في دوري الابطال. الحاجه الثالثه، انت رايح كاس العالم اصلا من 22 او من 21، يعني هو قال لك البطولات 21 22 23 24 الالقاب دي، فانت كسبانها 21 اصلا، فانت رايح كل اللي بتكسبه بعد كده مش فارق. يعني ابطال 21 22 23 24 الاربعه دول يروحوا كاس العالم بتاع امريكا. فالاربعه دول الاهلي كسبان منهم اثنين والوداد واحد، والاهلي ان شاء الله يكسب الثالث في الاربعه. فالاهلي ممكن يستنسخ ثلاث فرق في كاس العالم الانديه اللي جاي، اهلي الف واهلي ب واهلي جيم، من حقه اذا هيطبق اللائحه انا كسبانها ثلاثه من الاربعه، طب اعمل ايه؟ لكن طبعا الفيفا بيقول لك لا، انت بتاخد الناديين لو حد كسب اكتر من مره التانيين يخشوا بالتصنيف الرقمي اللي هو دخل صن داونز والترجي. فانت داخل كاس العالم اللي جاي بتقول لهم انا ممثل افريقيا وبطل ثلاث مرات في اخر اربع سنين. بتتكلم في ارقام، في جمهور يفرح، في 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 سعاده عظيمه، تروح تلعب السوبر الافريقي ويجي لك الزمالك ونشوف يوم يبقى من الف ليله وليله. سيبك من النتيجه، النتيجه شجع فرقتك زي ما انت عايز، والنتيجه يكش تكون هنا او هنا ملناش دعوه، اللي هيجتهد يكسب. في الاخر الكاس السوبر هيبقى مصري، هنا ده يكسب ده يكسب خلاص. لكن تخيل بقى استاد مصر في العاصمه الاداريه، حته الشوكولاته دي. استاد مصر ده على فكره احنا مش واخد حقه، بينا احنا مش واخد حقه والله العظيم. احنا عندنا تحفه، اللي يروح يشوف الاستاد ده او المتخصصين او اللي فاهمين، عندنا تحفه عالميه في العاصمه الاداريه، استاد مصر ده بتاع الكوره ده بصراحه. فتخيل بقى استاد مصر ده وسط 90,000 وسعته كبيره، واهلي وزمالك سوبر افريقي. شوف الامتاع والرقي والفخر اللي هنعيشه وانت مسيطر اهو، استاد مصر اهو، وانت مسيطر على القاره الافريقيه وماسكها بالكمشتين من ودانها الاثنين كده. عارف لما تمسك عيل صغار كده من ودانه الاثنين كده شايله، اهو الاهلي ماسك من الودن اليمين والزمالك ماسك من الودن الشمال، وماسكين القاره الافريقيه من ودانه الاثنين. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ انا بقى اتكلمت الكلام اللي انا بحلم بيه وكلنا بنحلم بيه. نتكلم على الكلام الفني. الاهلي عنده مهمه انا بعتبرها قوميه ووطنيه. انت مش بس بتمثل الاهلي، انا بقول كلام لعيبه الاهلي، انت بتمثل كل مصري. احساس الفخر والزهو ده عظيم جدا. ما هو الواحد لما بيفخر بشيء معناها ان هو عمل حاجه يعني عظيمه جدا، ففخور بها جدا. انت ما بتفخر بحاجه عملتها ولا شغلانه عملتها ولا عيل عندك شاطر عمل حاجه، فخر يعني عملت حاجه عظيمه جدا. فاحساس المصريين بالفخر بالحصول على اللقب الافريقي ده، بقول لكل لعيب اهلاوي، ده يساوي يعني ثمن عظيم جدا وكبير جدا. انت راح تلعب الترجي وانت احسن، انت راح تلعب الترجي وانت البطل، انت راح تلعب الترجي وانت سيد القاره ومالك التاريخ. واللي قال كده الاتحاد الافريقي مش انا، قال كده في الـ في الـ في الصفحه بتاعته رسمي. انت راح تلعب وكل لعيب في مركز في النادي الاهلي معمول له 100 حساب ونجم من نجوم القاره، من حارس المرمى للمهاجم. الصحف هناك بتحذر الترجي من كل لعيب في الاهلي. خدوا بالكم اسامه ابو علي بيعمل كذا، خدوا بالكم حسين الشحات لما بيقطم لجوه بيعمل ايه، الجرايد هناك والمواقع والميديا الرياضيه هناك، فيرسي تاو اخطر جناح في افريقيا، نص ملعب الاهلي لا يهتز،
اختراقه مش سهل ولازم تلعب على معرفش ايه اللي هو في مروان واكرم وامام عاشور. الجبهه اليمنى للاهلي زي محمد هاني لازم تضغط عليه عشان لو اشتغلت بتعمل ازمه كبيره جدا. الجبهه اليسرى فيها افضل لاعب هم بيقولوا كده على معلول تونس زيهم انه هو المؤثر والمفتاح اللي الاهلي بيلجا ليه لما الامور تتازم. وان عنده احسن سرد باك في افريقيا عبد المنعم، وعنده لعيب صاحب خبرات عظيمه جدا جنبه بعمر ربيع، وعنده اكتر حارس متالق في مصر في الفتره الاخيره مصطفى شوبير. بيقولوا كده. لعيب لعيب. طب الاسماء دي كلها لما تواجه الترجي ان شاء الله تواجهه في استاد بص لو في عايز اقول ايه في ساحه بيت كل لعيب في فرقه الترجي مش في ملعب رادس يعني لو في بيته تكسبه تخش بعزيمه وباصرار وبرغبه واحساس البطل. بطل ما يخسرش. البطل ده يعني البطل احساس البطل ده يا جماعه بجد او القائد ما بيتكسرش ويبقى داخل مش هقول معركة لكن داخل الموقف وهو قوي وعنده قدرة ضخمة للانتصار. هو ده النادي الاهلي. هو ده التاريخ اللي قدامنا على الشاشة ده اللي بيصنع. المشهد ده هتفوت سنين 100 سنة والمشهد ده هيفضل مرصود كده ومتسجل. لما يجي حد يتكلم بعد 100 سنة على التاريخ هيذكر المشهد ده ويذكر اللعيبه دي. خد بالك مش هيذكر الترقيصه الحلوه ولا هيذكر الخناقه اللي مع المدرب ولا هيذكر ان انت كنت واخد اغلى مرتب. لا هيذكر انك خدت اللقب ده. الاهلي في مهمه انا متفائل بيها. ان شاء الله نجوم الاهلي مركزين جدا. الدنيا المعسكر هناك مثالي في تونس. الناس استقبلتنا الحقيقه احسن استقبال ولازم نبادلهم نفس الاستقبال هنا وانا عارف ان الاهلي هيعمل كمان اكتر من كده. جمهور هناك محترم جدا في الملعب هيشجع هو طبعا حقه يشجع فرقته. جمهور التونسي محترم جدا واحنا بينا علاقه ود ضخمه جدا. المباراه هتبقى مثاليه. التحكيم الراجل الجزائري غربال هو مصطفى غربال راجل من الحكام الاوائل وحكام القمه. فانت بتتكلم على يعني اجواء تكتمل الصوره والمشهد بفوز الاهلي ومش هيبقى مفاجاه. هو الترجي مش كسب سان داونز في جنوب افريقيا صح؟ والاهلي مش كسب سيمبا في تنزانيا صح؟ والاهلي مش كسب القطن في الكاميرون. مش دي قدرات الاهلي اعلى. لازم تروحوا ترجعوا بانتصار وتقولوا للعالم كله انا كسبان الكاس من هناك لأن أنا الأهلي. أنا الأهلي.